فاحنا كلنا دلوقتي على النقطة، التشريف بليه دلوقتي موجود مصر وفي افتتاح بطولة كوبا كولا. كوبا كوكا كولا طبعا ما فيش شك ان بليه أسطورة من أساطير كرة القدم العالمية، وانه نجم كبير ومحبوب على المستوى العام في العالم كله، راجل ادى كرة القدم الكثير، وبناء عليه النهارده اما يبقى موجود في مصر اكيد شيء يعني جيد جدا لمصر، وهيلقي الضوء على مصر وعلى الرياضة المصرية. ان شاء الله باذن الله يعني تستمر قصة ان يبقى في نجوم كثيرين يجوا مصر باذن الله ان شاء الله لزيارة مصر، اولا لترويج لمصر سياحيا، وايضا لإلقاء الضوء على الوضع في مصر، إن وضع آمن ومستقر وما عندناش مشاكل. طبعا حضرتك عارف إن زيارته بخلاف الزيارة في الرياضية طبعا هتبقى ليها دور في تنشيط السياحة، حضرتك اتكلمنا عن ده اللي بنقوله، قلنا إن يعني نتمنى إن يجي نجوم أكتر بقى في المستقبل، لأن هيلقي الضوء على مصر وعلى إن مصر مستقرة وإن مصر ما فيهاش مشاكل، وإن إحنا بنقدر نستقبل نجوم كبار زي بليه. كلمة حضرتك توجهها للكابتن بليه، الأسطورة طبعا الأسطورة البرازيلية اللي بتشرفنا دلوقتي في مصر. أقول له تواشا جراند فوتبولر دوموندو.